أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا الأعزاء متابعي قناة التحرير ويب تي في وفي بلاطو ترونت ناف، أين سنتحدث اليوم عن انتخاب أو انعقاد يوم أمس الجمعية العامة للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية بولاية الوادي. وبطبيعة الحال نسعد بضيفي الحلقة اليوم، يعني يحضر معنا كل من الرئيس الجديد للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة بالصحة للصحة العمومية بالوادي السيد عبد الحميد إبراهيمي. مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. أيضا يرافقه في هذا المساء مهدي قدري الكاتب العام للمكتب الولائي. مرحبا بك أستاذ مهدي. شكرا بارك الله فيك. أكيد ربما يعني للحديث عن هذه الانعقاد وتأسيس هذه النقابة الجديدة الفتية في ولاية الوادي، ربما أول أو من ضمن يعني الولايات التي يعني كانت فيها هذه النقابة هي ولاية الوادي بداية، في خاصة في الجنوب قبل ورقلة. يعني ربما تحدثنا السيد عبد الحميد إبراهيمي عن تأسيس وظروف النقابة خاصة وأنت يعني الناطق الرسمي بها باسم هذه النقابة. أشكركم مرة ثانية على الدعوة الكريمة والاستضافة الطيبة. وقبل أن نتحدث على تأسيس المكتب الولائي بولاية الواد نتحدث على تأسيس النقابة ككل. النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية هي نقابة تأسست في بتاريخ 17 أكتوبر 2020. المؤتمر التأسيسي الرسمي كان في 17 أكتوبر 2020 والاعتماد تم الحصول عليه في 8 سبتمبر 2021، يعني منذ مدة قصيرة. هذه النقابة تعتبر نقابة مولود جديد في الساحة النقابية بالجزائر ككل، تعني فئة الأسلاك المشتركة. خليني نوضح للمشاهدين ماذا تعني فئة الأسلاك المشتركة. هذه الفئة تخص تقريبا الأغلب الإداريين الذين يشتغلون بالإدارات ومؤسسات الدولة، ولكن هذه النقابة خاصة بالإداريين الذين يشتغلون بقطاع الصحة العمومية فقط. تم التفكير في تأسيس هذه النقابة خصوصا وأن فئة الأسلاك المشتركة تعتبر من أضعف الفئات بقطاع الصحة، خصوصا وأن ما عندهمش نقابة مستقلة تمثلهم. فيه نقابات يعني من حق الأسلاك المشتركة أن ينضموا إليها وموجودة، ولكنها نقابات فرع يعني تنتمي إلى نقابة أم مثلا كما الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولكن هذه أول نقابة مستقلة، نقابة أم يعني لا تنتمي لأي نقابة أخرى، تعنى بتمثيل والدفاع عن الحقوق المشروعة لفئة الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة العمومية. تنصيب المكتب الولائي بولاية الواد تم يوم أمس، يعتبر رابع مكتب يؤسس في هذه النقابة بحكم أنها نقابة جديدة كما تكلمنا. وأول مكتب في الجنوب، يعني أول مكتب يتم تأسيسه وتنصيبه وأول جمعية عامة تعقد لهذه النقابة بالجنوب الجزائري. كان لنا الشرف يعني أننا كنا السباقين يعني في شو نقولوا أننا نزلنا فرع للنقابة بولاية الواد. عقدنا يوم أمس الجمعية العامة وتم انتخاب العبد الضعيف أمامك بالإجماع لرئاسة هذه النقابة وتحمل هذه المسؤولية الكبيرة على عاتقنا، التي نسأل الله عز وجل يعني أن يوفقنا في أن نقوم بها وأن على أن نقوم بها على أكمل وجه. كما قلت أن التنصيب تم يوم أمس بحضور عديد رؤساء نقابات وممثلي نقابات قطاع الصحة، كذلك رؤساء وممثلي نقابات قطاع التعليم التربية والتعليم وممثلي نقابات قطاعات أخرى، كذلك مختلف فعاليات المجتمع المدني. كامل رحبنا بهم وبعثنا لهم دعوة لكي نتعرف على بعضنا البعض بحكم أننا نقابة جديدة.
لكي نتحاور لكي نتناقش. تكلمنا كثيرا على مشاكل قطاع الصحة، الاختلالات التي يعانيها، على المشاكل الموظفين يعني. سوف نأتي إليها أكيد أستاذ عبد الحميد. ربما المهدي قدري الكاتب العام للمكتب الولائي، الشيء الذي يمكن أن تضيفه بخصوص هذه النقابة الجديدة التي يعني تعنى بقطاع الصحة العمومية؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، في حقيقة الأمر هذا المولود معناها اللي انتظرناه منذ مدة، منتظروه العمال ثاني معناها الأسلاك المشتركة منذ مدة طويلة، معناها اللي راهو يخص الأسلاك المشتركة جاء العقاب عديد يعني التردي الوضع الصحيح. تردي الوضع خاصة معناها في الانشغالات الأخيرة هذه تخص الترقيات على الأسلاك المشتركة، اللي تخص منحة كورونا، اللي تخص ضعف القدرة الشرائية المتمثلة في ضعف المرتبات، كذلك في ضعف التكوين. كل هذه إن شاء الله ستكون نقاط بإذن الله ندافع عليها محورية على مستوى وطني وخاصة على مستوى ولائي، إن شاء الله تكون من النقاط المهمة إن شاء الله، وربي إن شاء الله يوفقنا إن شاء الله بحول الله. أيضا لو تحدثنا يعني أستاذ عبد الحميد يعني باعتبارك الرئيس لهذه النقابة، ربما الأهداف التي سطرتها، البرنامج المسطر لهذه النقابة ودورها خاصة في التي ربما سوف يكون لها دور ملقى على عاتقها، خاصة يعنى بانشغالات ويعني تتركز خاصة على قطاع الصحي العمومي. وبطبيعة الحال تأسيس النقابة كان أساساً لتكون صوت وممثل يعني حقيقي وجاد لفئة الأسلاك المشتركة. كما حكيت لك هذه الفئة هي فئة مهمشة داخل قطاع الصحة، ولن بحكم أنها أقلية عددية يعني من ناحية العدد ما هيش فئة كبيرة مثلا كما فئة الممرضين أو فئة الأطباء، على الرغم من أهمية هذه الفئة، لأن الفئة هذه هي اللي راهي تسير في المؤسسات الصحية، والفئة هذه هي اللي راه يخرج منها المدراء الفرعيين يعني اللي راهم يسيروا في السيرفيس داخل قطاع الصحة داخل المؤسسات الصحية، ويخرج منها المدراء المؤسسات الصحية وكذلك حتى مدراء الصحة، بالإضافة إلى منتوج المدرسة العليا للصحة والمانجمنت، يعني مدرسة عليا أنشأتها وزارة الصحة قصد تكوين مختلف الإطارات لتوليتهم مسؤولية إدارة المؤسسات الصحية مستقبلا. كما قلت أن تأسيس هذه النقابة هو للدفاع عن حقوق هذه الفئة، رفع الغبن والتهميش، نفض الغبار عليها، استرجاع كرامتها المهدورة. يعني الفئة هذه راهي تتعرض لظلم كبير، تتعرض لتعسفات إدارية، نقص في الأجور، نقص الأجور والمنح، يعني صحيح. قد لا يكون له أهمية بقدر يعني أن الموظف أو المنتمي لفئة أسلاك المشتركة أنه يعمل في ظل كرامته تكون محفوظة، أنه يعمل في ظل ظروف مهنية تساعده يعني على تقديم الأفضل، لأن إذا كانت فئة الأسلاك المشتركة يعني تعمل في ظروف مهنية مساعدة، تعمل في ظل راحة، في أريحية، في ظل احترام يعني كرامتها وحقوقها، هذا الشيء راح يساعدها أنها تطور من تحسين إدارة المؤسسات الصحية، يساعدها على أنها تقدم الأفضل للفئات الأخرى اللي راهي تنتمي كذلك وتشارك في هيكل المؤسسات الصحية، فئة الممرضين وفئة الأطباء والصيادلة. كذلك معالجة الاختلالات والتعسفات اللي على مستوى المحلي على مستوى الإدارات، وكذلك نحاول نتابع مدى تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة، وإن شاء الله نحاول كنقابة يعني على المستوى الوطني أنها تشارك في تعديل القوانين تفعيلها التي تمس المسار المهني لفئة الأسلاك المشتركة. أكيد داني الجنوب أمير يقول مساء النور عبد الرؤوف، تحياتي إليك. سؤال نحو ترسيم العمال المهنيين الذين هم لديهم أكثر من 11 سنة، أظن أن النقابة غائبة تماما. ربما السؤال مش عارف بالضبط يعني ترسيم العمال المهنيين
هو النقابة كما قلت الأسلاك المشتركة ما همش العمال المهنيين يعني العمال المهنيين عند لديهم قانون أساسي مختلف يعني آخر. مع ذلك إن شاء الله قيادة النقابة تطمح في المستقبل أنها تحاول يعني إيجاد صيغة ما معينة لما لا تغيير القانون الأساسي وإدماج فئة العمال المهنيين ضمن إطار هذه النقابة وتبني مطالبهم خصوصا مطلب الترسيم الذي ذكره الأخ المتدخل عبر صفحة فيسبوك لهذه القناة والدفاع عليه يعني. أكيد. أيضا سمير حسان يقول كل التوفيق للأخ عبد الحميد إبراهيم وزميله في مسارهم النقابي. ربما المهدي يعني ما هو المأمول من النقابة حتى تضعه يعني تضع الأمور في الموازين وتمشي نحو يعني الطريق الصحيح في مسارها النضالي؟ والله بإذن الله كما نقولوا هذه نقابة فتية معناها حديثة الناشئة، نقولوا هي عدلها شهرين ثلاثة معناها من اللي تنصبت مازلنا على مستوى وطني، معناها مازالت القيادة راهي تدير في تنصيب الفروع الولائية على مستوى وطني. كان يتحثوا على مستوى ولاية الواد، معناها كما تحدث الأخ عبد الحميد معناها كان بعض الحقوق مهضومة، كان بعض العمال معناها يحتاجوا دعم يحتاجوا مرافقة من عند النقابة. وفي حقيقة الأمر معناها النقابة هي شريك اجتماعي، معناها الإدارة معناها الأساس نتاعها الحوار، مش الأساس نتاعها معناها أنا باش نجيو ندافعوا باش نجيو نعاركوا باش نجيو، معناها ماذا بينا كل المشاكل تتحل بطريقة الحوار. ونأمل إن شاء الله يكون فيها إلى الخير وكل الإيجابيات إن شاء الله وشيء الإيجابي للعمال، راح نوصل صوت العمال للإدارة. معناها لما نحكوا على مثال فقط، معناها كان راهي ناس دخلت عون إدارة معناها مدة 25 سنة وخرج رطية عون إدارة، هذا معناها إنسان نقوله ما لقاش من يدافع عليه بالدارجة، وبالعربية نقوله ما لقاش من يوصل صوته لأن ما كان الشريك الاجتماعي احتضنه ووصل له صوته. احنا ماذا بينا الخدام كي يدخل يدي جميع حقوقه، اذا عنده حق في الترقيه عنده حق في الخدمات الاجتماعيه عنده حق في النشاطات التضامنيه عنده حق في كل شيء. معناها باذن الله النقابه هذه تاع الاسلاك المشاركه جينا باش نرفع الغبن على الاسلاك المشاركه، وحنا رانا عباد منها وذقنا الويل نتاعها في نفس الوقت. صحيح. ان شاء الله نامل كل الخير ان شاء الله القطاع الصحة بصفة عامة إن شاء الله. جميل جدا مهدي قدري. أعود بالسؤال إلى السيد عبد الحميد إبراهيمي، ربما تحكينا عنه كيف تقيم واقع العمل النقابي بقطاع الصحة في ولاية الوادي؟ هو تقييمنا للعمل النقابي بقطاع الصحة هو تقييمنا للقطاع الصحي يعني بالأساس، لأنه لو كان القطاع الصحي بولاية الواد يعني قطاع ما فيش هذه الاختلالات اللي كنا نحكو عليها، ما فيش المشاكل يعني قاعدة منظومة صحية يعني تقدم خدمات ذات جودة، ما فيش التعسفات الإدارية كما قلنا، ما فيش تلاعب يعني كما حكى بداية من 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 مسابقة التوظيف يعني قبل ما نحكو على الترقيات. أكيد. فهمت يعني. المهم المشاكل قطاع الصحة تقريبا يعني غالبية الناس يعني رم يعرفوها وعلى اطلاع عليها. لو كانت النقابات فعلا نقابات جادة ومسؤولة وواقفة فعلا وراهي تساهم حقيقة في بناء وتطوير هذه المؤسسات كذلك أنها تتبنى حقيقة يعني المطالب المشروعة لفئة الأسلاك المشتركة وبقية الفئات الأخرى يعني، وتدافع على حقوقها المهضومة وعلى كرامتها المهدورة، لما كان واقع الصحة يعني بهذا ايش نقولوا المجال اللي رانا نشوفوا فيه يعني في هذا المشهد اللي رانا نشوفوا فيه،
في نفس الوقت ما لهموش ياسر النقابات، لأنه كذلك يعني فئة الموظفين بالإدارات أساسا يعني بالإدارة الجزائرية وبقطاع الصحة نلاحظ أن هناك ضعف كبير يعني في الانخراط في هذه النقابات، ضعف الوعي النقابي. ربما إلى ماذا يرجع هذا الضعف؟ ربما يرجع إلى ذهنية، يعني ذهنية الفرد الجزائري بالأساس، يعني ذهنية سلبية، رفض بذل أبسط يعني أبسط التضحيات، يعني رفض بذل الجهد والمجهودات كما قال زميلي. كما قلت أنا البارح في التنصيب بين قوسين، الفرد الجزائري عامة عموما يعني من أو في الأغلب يقول لك يطبق في المقولة اذهب أنت وربك فقاتلا، يعني إذا ربحت رانا معكم وإذا ربحكم الأول رانا معهم. يعني مقولة ربما تعبر على الذهنية السائدة. إن شاء الله راح نحاولوا بالعمل تاعنا بالجد بالإصرار أننا نغير منها مستقبلا، يعني موش في القريب العاجل ولكن في المدى المتوسط البعيد، لأن تغيير الذهنية أصعب من تغيير مواقع الجبال أو تحويل الجبال، يعني موش سهل. ولكن كذلك نعود نرجع للنقابات، النقابات كذلك عندها بعض الممارسات المؤسفة اللي حيدت واللي حادت على الهدف الأساسي اللي تأسست لأجله النقابات، يعني وهي الدفاع عن الحقوق المشروعة وتمثيل العمال. يعني هذا ربما من الأشياء واللي من الأسباب اللي ساعد على نفور العمال من الإخراط في هذه النقابات. احنا راح نحاول ان شاء الله باذن الله سميع العليم، ونوعدوا يعني نوعدوا فئه الاسلاك المشتركه ان شاء الله اذا تجندوا حول هذه النقابه واذا التفوا حولها اننا سنسعى لنكون صوتهم، يعني صوتهم الحقيقي، ان نكون ممثليهم، ممثلي حقوقهم، ممثلي مطالبهم المشروعه، واننا على الاقل سنحاول من تقليل يعني نسبه كبيره من المظالم التي تتعرض لها هذه الفئه، واقصد بفئه الاسلاك المشتركه وجه الخصوص. اكيد على وجه الخصوص. ايضا ربما الرؤيه المستقبليه، يعني مستقبلا كيف يعني سوف تكون رؤيه النقابه، خاصه تخفيف كما قلت من عبء وظروف عمال فئه الاسلاك المشتركه. شوف، هي مفهوم النقابة مش حنا اللي حطيناه، يعني مفهوم ومفهوم عالمي، والنقابة نشأت في أوروبا وفي بريطانيا بالضبط، ثم انتقلت انتشرت في جميع دول العالم. احنا حنحاول نطعموا المفهوم هذا، يعني ماناش نصنعوا مفهوم جديد ولكن نحاولوا تطعيم المفهوم هذا. ماناش ان شاء الله راح نكونوا فقط عمل مطلبي بحت، بالعكس راح نحاولوا أننا نساهموا في بناء المؤسسات، أننا نكون شريك اجتماعي حقيقي، ننتهج كما قال زميلي أسلوب ولغة الحوار، نصيحة، تقديم الاستشارة، نقد البناء في هذا، في تعاملنا مع الإدارة ومع الوصاية، التوجيه كذلك. كذلك راح نحاول أننا نقنع العمال أنهم يقوموا بواجبهم قبل ما يطالبوا بحقهم، قبل ما يطالبوا بحقهم، لأن هذه قاعدة يعني تلقائية، إذا أديت أنا واجبي نحوك فحقك راح يجيك تلقائيا، وإذا أديت أنت واجبك نحوي فحقي راح يجيني تلقائيا. كذلك راح إن شاء الله نعتمد سياسة التكوين والتأهيل، لأن كما قلت لك أن هذه الفئة هي أهم فئة داخل المؤسسات الصحية، لأن هي الفئة اللي راهي قاعدة تسير في المؤسسات الصحية في بالجزائر. كما نقولوا إذا صلحت حال المؤسسات الصحية، وإذا كان حالها رديء يعني حال المؤسسات الصحية راح يكون رديء، وبالتالي راح نكونوا الفرد، كونوا في العمل النقابي بالدرجة الأولى، نحاولوا نثقفوهم ثقافة قانونية، وراح نحاولوا نكونوهم كل في مجال اختصاصه، بالرغم أن الإدارة يعني فيها شابيتر تاع التكوين، وهذا يعني من مهامها، ولكن معليش النقابة راح تحاول دعم يعني أن هذا الكوتي، وتساهم كذلك في ترقية الممارسة الإدارية داخل المؤسسات الصحية. أكيد جميل جدا. ربما الوقت يداهمنا، ربما تعطينا السيد مهدي القدري الكاتب العام للمكتب الولائي كلمة أخيرة بخصوص نشأة هذه النقابة. والله كلمة أخيرة، إن شاء الله بسمنا من الله تعالى إن شاء الله يعاوننا في هذا الأمانة الثقيلة إن شاء الله، ونبشر إن شاء الله العمال بأنه إن شاء الله يكون إلى الخير بهذا المولود الجديد،
نتمنى إن شاء الله لينا وجميع النقابيين إن شاء الله التوفيق والسداد في خدمة العمال وفي خدمة المؤسسة وفي خدمة الوطن عامة إن شاء الله. وشكرا لك على هذا اللقاء إن شاء الله. نعم أيضا أعطينا كلمة أخيرة أستاذ عبد الحميد إبراهيم. والله في الأخير نشكركم يعني على الاستضافة على تنوير الرأي العام بميلاد نقابة جديدة يعني راح تدخل إن شاء الله على المضمار النقابي وراح إن شاء الله ترفع لواء الدفاع عن حقوق ومطالب فئة الاستهلاك المشتركة. كلمة أخيرة أننا ندعو جميع المنتسبين لفئة العمال المشتركة أنهم يتقربوا أولا يتعرفوا على النقابة يتعرفوا على الأشخاص والنسات اللي راهم يسيروا في هذه النقابة يتعرفوا على برنامجهم على مشروعهم وفي حالة ما إذا اقتنعوا بهذه النقابة وببرنامجها وبمشروعها وبأسلوبها يعني في النضال من أجل افتكاك واسترجاع الحقوق المشروعة أنهم يلتفوا حولها ويتجندوا وإن شاء الله يعني مع الوقت راحين يشوفوا صورة مغايرة تماما للعمل النقابي بولاية الواد. أكيد كنت معنا عبد الحميد إبراهيمي رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية مكتب الوادي. أيضا يرافقه كان معنا مهدي قدري الكاتب العام للمكتب الولائي. أشكركم على يعني حضوركم وقبولكم الدعوة. شكرا جزيلا. شكرا لكم أيضا متابعينا الكرام. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفقرة الأولى. نذهب إلى فاصل ثم نلتقي من جديد.
مساء الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا الأوفياء. نعم، في الفقرة الثانية كوكب الجزائر سنتحدث عن تحصيل الجزائر لغز البشرية. أما في الفقرة الثالثة كنوز سياحية سنتحدث عن ولاية غردايا الجميلة. تحصيل الجزائر لغز البشرية والتاريخ. لا يزال هناك العديد من الألغاز التي تحير العلماء المتخصصين في الحضارات والآثار القديمة، من بينها كهوف التحصيل الجزائرية الواقعة في صحراء جانات في الجنوب الشرقي للجزائر، وهي عبارة عن مجموعة من تشكيلات الصخور البركانية والرملية غريبة الشكل، تسمى الغابات الحجرية. وأهم ما يميز هذه الكهوف وأكثرها غرابة هو مجموعة من النقوش وجدت مرسومة على جدرانها تمثل حياة كاملة لحضارة قديمة يعود تاريخها حسب آراء المتخصصين إلى نحو 30,000 عام، لكنها كانت تصور الحاضر بتفاصيله إلى الحد الذي جعل العالم بأكمله يسأل كيف أن خيال هؤلاء السكان القدامى رسم ما هو في المستقبل البعيد جدا ولأي غرض؟ يرجع اكتشاف كهوف التحصيلي التي تعد من أهم الاكتشافات الأثرية في العصر الحديث إلى الرحالة الفرنسي برينان. ففي عام 1938 قام هذا الرحالة برحلة قد قطع خلالها الحدود الجزائرية الليبية، ولفتت انتباهه مجموعة من الكهوف أثارت فضوله لاكتشافها، فوجد بداخلها نقوشا ورسومات غريبة وعجيبة لمخلوقات بشرية يقول تطير في السماء مرتدية ما يشبه أجهزة الطيران، ونقوشا لسفن ورواد الفضاء، ولرجال ونساء يرتدون ثيابا حديثة كالتي نرتديها في الزمن الحاضر، ورسوما لرجال يرتدون معدات رياضية الغطس، وآخرين يجرون أجساما أسطوانية غامضة ومراسيم وطقوسا دينية وبعض الآلهة القديمة، والعديد من صور الحيوانات المألوفة والغريبة كالأبقار والخيول والفيلة والزرافات تعيش وسط مروج ضخمة وأنهار وحدائق، ما يدل على أن منطقة الصحراء كانت مليئة بالحياة في الماضي البعيد. استقطب ذلك اكتشاف علماء الآثار من جميع أنحاء العالم والذين يتوافدوا إلى الجزائر لدراسة وتحليل تلك النقوش العجيبة، من بينهم هنري لوت العالم الفرنسي المختص بتاريخ الشعوب، حيث زار عام 1956 وبرفقته عدد كبير من علماء الآثار والجيولوجيا كهوف التحصيلي، والتقطوا العديد من الصور بالمعدات الحديثة كالتصوير والتحليل والمسح الذري، وقد أسفرت تلك الدراسات عن نتائج أذهلت هؤلاء العلماء، حيث أجمعوا على أن عمر تلك النقوش هو نحو 30,000 عام. وأصبح الاكتشاف لغزا كبيرا بحاجة إلى المزيد من البحث والتعمق للوقوف على ماهيته، حيث فسر هؤلاء العلماء ما وجدوه بتفسيرات مختلفة وغريبة أثارت الجدل، من بينها نظرية الفضائيين القدامى التي تزعم قيام كائنات ذكية من خارج كوكب الجزائر
أو كوكب الأرض كما أقول، بزيارة الأرض في العصور القديمة وفي فترات ما قبل التاريخ قامت بالتواصل مع البشر القدامى. ويشير أنصار هذه الفرضية إلى أن تلك الاتصالات كان لها الأثر الأكبر في تطور الثقافات البشرية والتقنيات المستعملة، خصوصاً أن بعض الآثار والرسوم المتشابهة قد عثر عليها في أماكن وحضارات مختلفة على مر العصور في كوكب الأرض، مثل حضارة الفراعنة في مصر وحضارة البابليين في العراق وحضارة المايا في بيرو. وألهمت رسوم التاسيلي العالم، وكاتب السويسري إيريك فان دانكن الذي تبنى نظرية الفضائيين القدامى وكتب العديد من الكتب وأنتج أفلاماً وثائقية عدة عن كهوف التاسيلي ونظرية الفضائيين القدامى وتواصلهم مع السكان القدامى لكوكبنا، الذي قام بتحويله إلى فيلم وثائقي بعد ذلك، لكن رفضت أعماله من العديد من العلماء رغم مئات الأدلة التي قدمها في كتبه. والمتشككون في نظرية الفضائيين القدامى يتبنون نظرية أخرى تقول أن تلك الرسوم تعود إلى سكان قارة أطلانتس المزعومة التي ذكرت لأول مرة على لسان الفيلسوف أفلاطون عندما تحدث عن زيارته إلى مصر، وقال إن الكهنة أخبروه بما حدثهم به أجدادهم عن قارة عظيمة كانت بالقرب من أعمدة هرقل خلف جبل طارق، وبلغ التقدم فيها إلى درجة كبيرة ومذهلة من التطور، لكنها اختفت لسبب ما. قد يكون الغرق أو كارثة بيئية أو بسبب الحروب، وذلك حسب ما تقول الأسطورة فيما يخص الحديث عن القارة المفقودة أو قارة أطلانتس. فيما ترجع النظرية الثالثة نسبة النقوش، نعم، إلى حضارة قديمة كانت بالفعل موجودة في تلك المنطقة وقد وصلت من التقدم والتطور إلى درجة كبيرة قبل أن تندثر لسبب أو آخر ولم يسجل هذا في التاريخ، وتم تفنيد النظريات الثلاث دون التوصل إلى حقيقة نقوش ورسوم كهوف التاسيلي العجيبة التي سجلتها منظمة اليونسكو عام 1982 في قائمة التراث العالمي كإرث حضاري أصبح على قوائم المزارات والمعارض السياحية العالمية، ويشكل الموقع أكبر متحف للرسوم الصخرية البدائية في كل الكرة الأرضية، وتم إحصاء أكثر من 30,000 رسم تصف الطقوس الدينية والحياة اليومية للإنسان الذي عاش في هذه المناطق، مما ينبهنا ويجعلنا نتخيل كيف كانت هذه المناطق القاحلة العميقة أو العقيمة تعج بالخضرة والحياة. نعم أعزائي المشاهدين، ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة كنوز سياحية، حيث سنحط الرحال في ولاية غردايا بعد هذا الفاصل القصير، ما تروحوش بعيد.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين لاستكمال بقية فقرات برنامجنا. نعم، مدينة غردايا جوهرة الجزائر، ومدينة القصور السبع ذات الهندسة المعمارية الفريدة، بين مواقعها الجغرافي، تقاليدها ذات الطابع المميز، وتاريخها الأثري جعلوها قطبا سياحيا صحراويا بامتياز. تمتلك غردايا سياحة بمذاق خاص، فتتسم بجمال الطبيعة بألوانها الخلابة بين الجبال الشامخة وأشجار تزين أراضيها. فعند السير بين أزقة قصورها العتيقة ينبهر السائح لجمال سحرها الأخاذ، كما تضم الكثير من المناطق الأثرية المدرجة ضمن قوائم التراث الإنساني العالمي حسب تقييم منظمة اليونسكو لها. كما يوجد بالولاية أماكن سياحية منها مخيم الهدارة. في مخيم الهدارة تقدم مدينة الرمال والجمال الطبيعي غردايا سياحة ذات طابع فريد، والذي يتيح العديد من الأنشطة الممتعة للسياح، ومن بينها التزلج على الرمال الذهبية، التجول على ظهور الجمال، وركوب دراجات الدفع الرباعي في أجواء مفعمة بالمرح والانطلاق، مع إطلالات خلابة تمزج بين الرمال الممتدة والمساحات الخضراء الرائعة. كما يمكنكم الاسترخاء في أحد الخيام التي يوفرها المخيم مع تناول وجبة شهية من المأكولات المحلية. ثانياً، سهد وادي مزعب يعود تأسيسه إلى ما يزيد عن 1000 سنة، وصنفته منظمة اليونسكو كواحد من ضمن مواقع التراث الإنساني العالمي. ولزيارة هذه المنطقة المميزة يتم تنظيم جولات جماعية باصطحاب مرشد ليساعد السياح في اكتشاف كنوز البلاد والاستمتاع بمشاهدة معالمها التاريخية وهندستها المعمارية الفريدة من نوعها عبر العالم، التي تتمثل في الأضرحة والمساجد والمنازل ذات الطراز الواحد. ثالثاً، قصور غردايا. القصور هي من أكثر ما يميز السياحة في غردايا، حيث يرجع تاريخها إلى العصر الحجري التي تشهد عليه النقوش الصخرية، وببداية الفترة الإسلامية اشتهرت بالتجمعات السكنية على شكل قصور عتيقة موحدة في شكلها، تصميمها وألوانها المتجانسة، مما جعل هذه المدينة تتميز عن باقي المدن الجزائرية المعروفة بعمرانها وقصورها. وفي سهل وادي مزعب في مدينة غردايا تم إدراج قصورها الخمس ضمن قائمة التراث العالمي، وهم قصر بني غردايا، بن نورة، العطف، وكذلك قصر مليكة وقصر بني يزقن، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الحادي عشر. مساجد غردايا. تتمتع ولاية غردايا بالكثير من المساجد العتيقة التي تأتي في مقدمة كل مدينة من مدنها كخط دفاع لها. أما تكوينها الداخلي فهو في غاية البساطة والإنسيابية، ولا يوجد نقوش أو زخارف على جدرانها. أما المأذنة فترتفع فوق البيوت المتلفة حوله بصورة الملتفة حوله بصورة دائرية. ومن بين مساجد المدينة مسجد العتيق، مسجد المنارة الكبير، ومسجد بن نورة، والعديد من المساجد التاريخية في الولاية. حديقة
مزرعه حيوانات سفينه نوح، واحد من اهم الاماكن الشعبيه في المدينه والاولى من نوعها في ولايه غردايه، فهي الملاذ الاعظم للعائلات من سكان المدينه وايضا المدن المجاوره لها، والتي يدل اسمها على انها تضم اعدادا كبيره من الحيوانات الاليفه والمفترسه، الطيور، الزواحف بمختلف انواعها، والتي تتيح لك جولة رائعة بين أرجائها، فلا يفوتكم زيارة هذه الحديقة المميزة. سوق غردايا القديم، يعتبر السوق القديم ناقل للحضارة وثقافة البلاد، يتميز بهندسته المعمارية وتصميمه الرائع، وكأنك تعود إلى قرون خلت، فقد تم تأسيسه عام 1884 ميلادي، وقد كان منذ القدم قبلة للقوافل التجارية المحلية والأجنبية. هذا السوق لا يعد وجهة لأهل غردايا فحسب، بل يستقطب سنويا ملايين من الزوار من مختلف الولايات الجزائرية ومن السياح الوافدين من الخارج، حيث يجدون به ظالتهم، فيمنحهم فرصة للتعرف عن قرب عن الحضارة ونمط المعيشي الفريد من نوعه. كل شيء تقليدي يباع في هذا السوق، ولا سيما نسيج الزراب، أقول الفرش والسجاد المصنوع من الصوف، بجانب أعمال النحاس، الفخار والمصنوعات الجلدية. حمامات زلفانة مياه معدنية، واحد من ينابيع المياه الحموية، وتعد من أشهر معالم المدينة، ومن خلالها تقدم غردايا سياحة علاجية أيضا، لما يميز هذه الحمامات من مياه ذات خواص قادرة على شفاء بعض الأمراض، كما يأتي لها الزوار بغرض الاستجمام والراحة، لينعموا بكل ما يقدم لهم من خدمات وإقامة مريحة. إذن كانت هذه هي ولاية غردايا بجمال وسحر أماكنها، وأيضا كرم وجود أهلها، جنة تنتظر منكم زيارتها. فاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، لمن لديه أي استفسار فليتفضل بطرحه في التعليقات. في تعليق من عباس جرجرة يقول: مساء الورد والياسمين سليمة، مساء النور يا عباس. نعم، الجنوب الأمير المتابع الوفي يقول: جات منورة الحصة التحرير، جوهرة التحرير، مساءك فل وياسمين، هذا وين نور البلاطو. شكرا ليك يا جنوب أمير، منورة بكم. نعم، أيضا عباس جرجرة يقول: بالتوفيق إن شاء الله لي ولك يا عباس. نعم، الطاهر سلمي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وأسعد الله مساءك يا طاهر سلمي بكل خير.
أيضا في تعليق من عباس يقول غردايا نعرفها شابة. نعم، هل زرتها يا عباس مدينة غردايا أو ولاية غردايا؟ نعم. أيضا في تعليق من الجنوب أمير يقول الأخت سليمة مساء النور، تمنيت يكون حصة خاصة عن التراث السوفي ومنطقة. نحن أيضا في واتسوف لدينا سياحة حول العامي، أعني التزحلق، نعم العامي، إن شاء الله ولاية واتسوف خليتها يعني مفاجأة لكل السوافة. نعم. أيضا المميزة المتألقة زميلتي الرائعة تركيا تقول مساء الفل، مساء النور يا تركيا. نعم. الكل من المشاهدين يتساءل عن أصول تسمية غردايا. أنا أقول يعود أصل تسمية غردايا إلى غار دايا. الدايا معروفة عندكم في ولاية واتسوف، الدايا هي العجوز. نعم. والغار معروف بالغار. نعم. وهي امرأة اسمها الدايا كانت تسكن في غار كان محطة للرحالة. أما معنى تغرديت بالكلمة الأمازيغية فتعني الأرض التي يحيط بها الماء، في حين تعني كلمة غردايا الغار أو الكهف التي كانت تتعبد فيه المرأة التي تسمى الدايا. أيضا تشكل غردايا نموذجا رائعا عن الصحراء الجزائرية، حيث تحولت من صحراء قاحلة إلى واحات من أكبر واحات الجزائر. كما تشتهر غردايا بوجود حيوانات نادرة كالظبي والغزال وأيضا الفنك. نعم. أيضا فيما يخص الأكلات التقليدية، من بين الأطباق التي تشتهر بها غردايا خلال الشهر الفضيل رمضان، نعم، الطبق الذي يعد من الكليلة، وهي عبارة عن حليب الماعز أو النعجة أو الناقة، يكون مجفف حسب ما حدثتنا، حيث يتم تفتيته، نعم، وبعدها يغسل ويجفف، والكليلة لا تطبخ، فهذا الحليب يرحى ويخلط مع التمر أو الدهان، الزبدة العربية المعروفة الدهان، ويضاف إليها السميد المحمص، حيث تؤكل هذه الوجبة التي تسمى الزريزة. نعم. أيضا يوجد عصير المسمى تكروايت اللي يسموها عبد الرؤوف الوزوازة عندكم هنا في ولاية الواد الوزوازة، نعم، يعيط له ماتكروايت، ومن ميزاته أنه يزيل العطش ويساعد في حماية المعدة، وهو عبارة عن مزيج من القرنفل والدرور والورد، حيث تستخرج منه عصيرا ذا نكهة خاصة، إلى جانب مشروب أقول أقنسي، وهو شراب يعد خصيصا في رمضان، وهو تمر مبلل يعصر جيدا، ومن ثم تضاف إليه الأعشاب العطرية لتعطيه نكهة خاصة، حيث يمزج مع 40 عشبة يحضرها سلفا العشاب، وهذا الشراب لا يحضر إلا في المنازل، نعم، ويعد بكميات كبيرة، ويتطلب مقدارا وافرا من التمر، حيث يتناوله الصائم بعد الإفطار مباشرة، وهو شراب غني ومغذ، نعم أقول. نعم أوفياء قناتنا، نلتقي بكم في عدد آخر من برنامجكم المفضل بلاتو الترونتناف. نعم، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.